محفل گیارہویں شریف وہ زیارت آثار شریف وہ محفل عرس حضرت رفعت پناہ حضرت سید محمد بادشاہ حسینی میر پرورش علی رحمت اللہ تعالی علیہ بمکان سید احسن فواد پیر بغدادی الجیلانی رفاعی قادری حفظہ اللہ انتہائی محبتوں کے ساتھ عقیدتوں کے ساتھ اس تقریب کو منعقد کیا گیا ہے جس کا آغاز مختصر برزنجی شریف مختصر راتب حداد کے ساتھ جو بھی ترتیب دی گئی ہے انشاءاللہ محفل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما قلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه رضينا بالله رب الإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. رضينا بالله رب الإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. رضينا بالله رب الإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشية الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشية الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشية الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا بمه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا بمه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا بمه الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي الشر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا. 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا حي يا قيوم 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 برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا وطرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا وطرفة عين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا وطرفة عين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
الفاتحة إلى حضرت النبي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأولاده وأصحابه وأزواجه وذرياته ولبيته وأصحابه وأنصاره وشائه ومحبه وأمته علينا أجمعين والعلماء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى روح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا راتب الحداد سيدنا عبد الله بن علي الحداد خدس الله سره سيدنا حافظ رفعت بنا سيد مير پرورش علی حسن آكي والدين قطب الاقطاب حضرت قاضي محمد صدیق میں حضرت عثمان میں اصحاب حضرت سيدنا یحیٰ پاشا قادر سيد محین چاند پاشا سيد محمد صدیق حسین خاطر عارف پاشا سيدنا عبد الرحمن بڑے بغدادی حضرت عبد الكريم بغدادی حضرت سيد مصادق حسين غوث بي بغداد سيد محمد عبد السلام بغداد الحاج بي بغدادي سيد مسعود الشد بغدادي رحمه الله الفاتحة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار الفاتحة إلى روح الكريم سيدنا ونبينا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع المؤمنين والمؤمنات خصوصا منهم إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح علبي عمر الفقيه وإلى روح الفقيه المقدم محمد بن علي بن علبي وإلى روح عبد الرحمن السقاف وإلى روح عمر المحضر وإلى روح أبي بكر السكران وإلى روح عبد الله بن أبي بكر العيدروس وإلى روح صاحب الراتب سيدنا عبد الله بن علبي الحداد قدس الله تعالى أسرارهم وإلى أرواح ساداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأزواجنا وذرياتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا إلى يوم الدين الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة وعلى المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت أدم عن جرى من مقلة بدم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة أو ما ظل برق في ظلماء من إضام مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضرر